بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وكأس من معين لا يصدق أفلح من صلى على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بمزيد من الأسى والحزن تنعى حسينية المصطفى صلى الله عليه وآله وفاة والد الدكتور عباس عبد الأمير خلف الذي وافته المنية في العراق وقد دفن صباح هذا اليوم وعلى روحه وأرواح المؤمنين والمؤمنات وأرواح الجالسين نبدأ مجلسنا لهذه الليلة. يحييه سماحة الشيخ عباس الزيداوي فلنستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. طيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. على محبة الحسنين الثاني. لتعجيل فرج آل محمد وشفاء المرضى وقضاء الحوائج وحفظ زوار الحسين
وحفظ شيعة الحسين ولدفع البلاء ولرفع الغم عن هذه الأمة ولتفريج الهم ولحفظ المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، لا سيما شيعة آل محمد في العراق، ولمن أوصانا بالدعاء لشفاء المرضى وقضاء حوائج الدنيا والآخرة، لا سيما سماحة الشيخ الله يحفظه إن شاء الله، والحاج الله يطول عمره إن شاء الله، الحاج أبو زيد، ولإدخال السرور والنور ولتوسعة القبر ولحشره مع محمد وآل محمد. من عقد هذا المجلس على روحه والد الحاج الطيب الحاج عباس أبو محمد المرحوم عبد الأمير خلف، نهدي جميعا سورة المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا غريب كربلاء أبا عبد الله الحسين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب يا مولاي من تمسك بكم وأمن من لجأ إلى حصنكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيم. ألا مفعادي كل يوم مرع وفي كل آن لي حبيب مودع وحتى مطر في يرقب النجم ساهرا حليف بكاين والخليون هجعوا أزيد التياعا أزيد التياعا
كلما هبت الصبايا والبرق من سفح الحما راح يلمع فيا قلب دعهد الشبايب وشرخه فليس لأيام نأت عنك مرجع وكم لائمين وكم لائم جهلا أطال ملامتي غدا ترأني مدنفا أتفجع يظن حنيني للعذيب ولعلع وهيهات يشجين العذيب ولعلع فقلت له والوجد يلهب في الحشا وللهم أفعى في جوانح تلسع كأنك لا تدري لدى الطف ما جرى يا ومن بثرها لا بالك صويا غدا تبنوا حرب لحرب ابن أحمد أتت من أقاص الأرض تترى وتأرع فكم ذات خدر مار الظل شخصها ولا صوتها كانت من الغض تسمع كأني بالحور زينب بعد أن هجمت الخيل على مخيم الحسين والأعداء ينادون أحرقوا بيوت الظالمين والصياط تتلوى على متون زينب وأخوات زينب وجهت وجهها ناحية الحسين تقل أخويا يا أبو علي أخويا يا أخويا 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 من جلة الوعلي علينا علينا يضربونا يضربونا ونشقف بدينا والله يضربونا ونشقف بدينا انت رحت واحنا نسبينا خويا شماتت العدوان بينا انا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال
أخوف ما أخاف عليكم خصلتين: اتباع الهوى وطول الأمل. أما اتباع الهوى فالحب للدنيا، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. صل على محمد وآل محمد. مولاي العزيز، إذا تحبون تروحون تبعد الله يحفظكم إن شاء الله، سلامكم الله. الإنسان هذا المخلوق الضعيف، كثير من الأشياء تلهيه عن مصيره، تأخذ من وقته، من فرصته التي يقول عنها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عندما يصف أعمار الناس، يصف حياة الإنسان، يقول: إن الفرص تمر مر السحاب. يعني هذا العمر، هذه الدقائق من الحياة، هذه الأنفاس، الله سبحانه وتعالى أودعها عندك فرصة، وهذه الفرصة إذا ذهبت، إذا زالت، إذا انقضت، ماذا تكون؟ تكون الحسرة والندامة، لأن مسألة رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا ترضاه، هذه تأتيك كلمة أخرى مرادفة إليها تقول: كلا، من ورائهم برزخون إلى يوم يبعثون. الإنسان بمجرد أنه يعود يعطى فرصة أخرى، وإذا تراه يكرر نفس الأخطاء، يسير على نفس المنهج القديم، ينسى اللحظات التي أوقف فيها وسئل عن حياته، ينسى تلك اللحظات ويعيد سيرته الأولى. هذا الإنسان الضعيف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: أشد أعداء الإنسان وأخافها عليه هاتين الشيئين. ما هما يا أمير المؤمنين؟ قال: أول شيء طول الأمل، لأن مسألة طول الأمل تخلق عند الإنسان التراخي، تخلق عند الإنسان التكاسل، يكسل. يقول: أنا عندي مجال، أنا عندي عمر طويل، أنا عندي سنوات، أستطيع أن أعمل بهذه السنوات، أستطيع أن أعطي، أن أصلي، أن أفعل ما فاتني الشيء الكثير. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: هذا الكلام خاطئ، هذا الكلام لا يجدي نفعا. كم من مؤمل أنه يعيش إلى الفجر وإذا تراه على الأكتاف محمول؟ كم من إنسان خطط لمستقبل حياته بأني أفعل وأفعل وأفعل، وإذا به تراه إذا لم تأتيه مصيبة الموت أتاه مرضا أقعده، أتته مصائب مالية بالعائلة بالأولاد، وإذا به لا يعرف يمينه من شماله. يعني كل هذا التخطيط، كل هذه الأمور لا يستطيع أن يفعل بها شيء،
لأنه مذهول، وبالتالي هذا طول الأمل ماذا خلق عنده؟ خلق عنده نكسة لا يستطيع جبرها. الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في يوم من الأيام كان مر في السوق ورأى أسامة بن زيد يعامل على وليده. شو المعاملة؟ يقول: أنا أعطيك نصف القيمة الآن ثمن هذه الوليدة، والسنة القادمة أعطيك النصف الثاني. الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام استوقف هذا الكلام، قال: إن أسامة لطويل الأمل، والله ما سحبت هذا النفس إلا وظننت أن روحي تخرج معه. يعني سحب النفس هذا طويل عند الإنسان الذي يعرف مقدار العمر، يعرف مقدار هذه الفرصة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يذكر بهذه النعمة. أول شيء أنت فارغ، عندك عمل 8 ساعات 9 ساعات، لكن صحتك موجودة، عافيتك موجودة، الوسائل التي تعينك على حياتك موجودة. يقول: استغل هذه الفرصة قبل أن تسلب من عندك. هذه الفرصة ممكن أن تذهب، والعياذ بالله. الله يجيركم. كثير من الناس الآن، أنا قرأت قصة أحد الأشخاص وهو مسجى على فراش المرض في المستشفى، سألوه سؤال واحد، قالوا له: ما تتمنى وأنت على فراش المستشفى هذا؟ شو تتمنى؟ تحسد لك أحد على نعمة؟ شو تتصور؟ حسد على سيارة؟ حسد على بيت؟ حسد على أولاد؟ لا أبدا، لم يحسده على ذلك. قال: أنا أحسد الذي عنده صحة وأعضاء صحيحة ويصلي هذه الصلاة اليومية. يقول: الصلاة اليومية من ركوعها وسجودها، يقول: أنا أنظر إليه بحسرة. ممكن الإنسان يتصورها بسيطة لكنها عظيمة. عظيمة. هذا الإنسان الذي كان يبطش ويفعل ويعمل وذاك ويجادل، وإذا به يتمنى حتى هذا الشيء البسيط. فالإنسان عليه أن يستغل هذه الفرصة، وأن لا يتعلق بالآمال الكاذبة. الآمال الكاذبة سمعنا كثير من الناس: عمري 20 يصير عمر 30 سنة، أنا أصلي، أنا أتجه إلى الله، بعدني في عز شبابي. وإذا في عز شبابه، وإذا الموت اخترم أخذه، وإذا في عز شبابه الله سبحانه وتعالى سلط عليه مرضا، وإذا به مشلول. وين الأمل؟ وين الصحة؟ وين العافية؟ الإنسان عليه أن يستغل فرصة الأمل. تفضل شيخ. تفضل مولا. صلى على محمد وآل محمد. هذا الأمل الكذوب، هذا الأمل الذي يخدع الإنسان كالسراب. يقول أمير المؤمنين: أما طول الأمل فينسي الآخرة. حقيقة الإنسان عندما يكون عنده أمل طويل وحياة يعيشها، يضع الآخرة الآن ليس محلها، ليس مكانها، ويتجه إلى الدنيا. لكن هناك سؤال، أنه هل نعيش، هل نكرس أنفسنا فقط للآخرة؟ يعني لا نتفت إلى، أو لا نعمل بالتالي أن لا يكون لدينا أمل بمعنى آخر؟ يعني نرفع الأمل من حياتنا؟ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: لا،
الإنسان الحريص، الإنسان الواعي، الإنسان المتجه إلى الله سبحانه وتعالى عليه أن يوازن في مسألة الأمل. يقول: اعمل لدنياك كأنما تعيش أبدا، أسس لحياتك، اشتغل، تاجر، ابني، لكن شنو؟ هذه الأمور يجب أن تأتي بمراقبة الآخرة. يعني لما أبني بيت يكون هذا البيت منحل، لما أبني بيت يكون ما في ظلم، لما أبني بيت في مقام على أسس للتقوى، وبالتالي أسست بيت يخطف صار أمير المؤمنين رأى أحد الأشخاص من أصحابه، من خاصة أصحابه، عنده بيت في البصرة، البيت عالي، البيت فخم، شو يقول له؟ يقول له: ما تصنع بسعة هذه الدار وأنت في الآخرة أحوج ما تكون إليها؟ بعد ذلك يلتفت إليه يقول: نعم، لو شئت لبلغت بها الآخرة، لو شئت لبلغت بها الآخرة، تقرأ بها الضيف وتذكر فيها الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فعلا لا أركب أفضل سيارة لكن من حل، أحسن ملابس ألبس لكن من حل، يعني بمراقبة الله سبحانه وتعالى. اعمل لدنياك كأنما تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنما تموت غدا. وبالتالي إذا عرفت أنت تموت غدا شو تسوي؟ تكون أشبه بالإنسان الذي يؤمر بحفر قبره ليقتل ليموت فيه. لاحظ لك إنسان يحفر بقبر، القبر إله، وهو يعلم أن هذا القبر له، وبالتالي شلون عمله يكون؟ يكون إنسان قطعه لا يتعدى نظره أكثر من هذه الحفرة، يكون بصره في تلك الحفرة. المسيح عيسى بن مريم عليه السلام رأى شيخ كبير، رجل كبير، هذا الشيخ كان يحرث في الأرض، قال: اللهم اسلب منه الأمل، اسلب منه الأمل. يقول: وإذا بالشيخ قد وضع مسحاته، أداة الحفر وضعها وصار على صفحة قعد. بعد ذلك قال المسيح عليه السلام: اللهم اردد له الأمل. وإذا بهذا الرجل يقوم ويحرث الأرض مرة ثانية، جاء إليه قال: يا شيخ، أراك جلست هنيئة مدة من الزمن وبعد ذلك وقفت. قال: بلى. قال: ما الذي جرى؟ قال: كنت أحرث الأرض فسألت نفسي، قلت: أنا شيخ كبير، لمن هذه الحراثة؟ يكفيني الذي عندي، ومن قال بأني سوف آكل ما أزرعه الآن؟ فجلست. بعد ذلك كلمتني نفسي، قالت: يا هذا لابد لك من عمل، لابد لك من شغل تشتغل به. فهذا الأمل، نعم، إذا أطرته، إذا وضعته موضع أنه أنت الذي تسيطر عليه، أعمل أعمالي جميعا وعندي أمل. أتاني الموت أهلا وسهلا، لم يأتني الموت كذلك أنا أخذت حذري. أحد الأشخاص ينقل قصة، يقول: في يوم من الأيام جاء أحد الدراويش، أحد الفقراء، إلى رجل قصاب عنده لحم، قال له: اعطني من مال الله. القصاب انفعل، قال له: ماذا تقول لله؟ العفو، قال له: اعطني، الله سبحانه وتعالى ينظر إليه، قال: اذهب عني.
فقال له الدرويش: ماذا تقول لله أو لملك الموت وأنت على هذه الحالة تطرد مسكيناً فقيراً ولا تعطيه شيء؟ القصاب انفعل، قال له: وأنت أيضاً ماذا تقول لملك الموت إذا جاءك وأنت بهذه الحالة؟ والإنسان ترى الاستشكالات الأسئلة واي أسهل من الأجوبة، دائماً نحن قادرين على الأسئلة، نوجه الأسئلة، نوجه الانتقاد، ماكو أسهل من الانتقاد، لكن وقت العمل شلون يكون العمل؟ وقت الفعل شلون يكون الفعل؟ سهل عليه يسأل، سهل عليه ينتقد الآخرين، لكن يتوجه للنقد شنو جوابه؟ قال: وأنت أيضا ما تقول أيها المسكين أيها الفقير إذا جاءك ملك الموت وأنت على هذه الحالة وأراد أن يقبض روحك؟ قال: أقول له: هذه نفسي فخذها. وضع كيس ملابسه تحت رأسه وإذا بالرجل قد فارقت روحه الدنيا. ما حاضر، يعني عنده عمل، عنده شيء، عنده قرب من الله سبحانه وتعالى، لا يبالي. علي الأكبر هكذا يقول: أبا حسين وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا لا نبالي. لكن الإنسان الذي ليس عنده عمل، ليس عنده ذخر وذخيرة للآخرة، شوف إذا سمع بذكر الموت ينقلب لونه أصفر، شوفه ينقلب لونه أحمر. ليش؟ الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه قالوا له: لماذا نكره الانتقال من الدنيا إلى الآخرة؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم بخراب آخرتكم. أكو واحد عنده بيت قصر مؤثث بكل شيء، قالوا له: انتقل إلى كوخ ليس فيه شيء من حطام الدنيا، وتعبان، رائحته نتنة، ليس فيه ضوء، ليس فيه ضياء، ليس فيه نور. يقولوا له: انتقل ذاك البيت. يقول لهم: لا ما انتقل. وإذا يشوفونه يجرونه جر، يسحبونه سحب ذاك البيت، يلا يدخلون. ليش؟ لأن عند ذاك البيت يعرف أنه خراب. فالعمل، الإنسان الذي يصلي صلاة الليل، الذي يقرأ القرآن، الذي يجتنب الشبهات، يجتنب الحرام، وعند أمل طويل أنه يعيش 80 90 100 سنة 150 سنة، ما حد يقول له لا، لكن بشرط أن يستغل فرصة العمر، بشرط أن لا ينسيه. أمير المؤمنين يقول: أن لا ينسي هذا الأمل عن الآخرة. يقول: الأمر الآخر الذي أخافه عليكم هو اتباع الهوى. تعرف الهوى شو يسوي بالإنسان؟ الهوى يوصل الإنسان أن يتخذه الإنسان ربا من دون الله. ليش؟ الآية القرآنية كلكم مارين عليها: اليهود اتخذوا أحبارهم شنو؟ أربابا من دون الله. أكو واحد استشكل، إجا للإمام الباقر على ما أعتقد، يقول له: نحن لا نعبد رهباننا، أحبارنا لا نعبدهم، ليش القرآنكم جاي يقول هالشكل؟ قال: أيأمرونكم فتطيعونهم؟ قالوا: بلى. قال: هذه العبادة. الهوى يقول لك يمين يمين، لا سلطة للعقل على الهوى عندك، لا تؤطره بإطار. أفرأيت من اتخذ إلهه هو هواه؟ شو تريدين يا نفس؟ شو تحبين؟ إن النفس شبيها لأمارة بالسوء. شو تريدين يا نفس؟ أريدك ما تصلي الصلاة طويلة، أريدك ما توقف أمام محرم. الشبهات هذه شو يجيب لك إياها؟ ترى الإنسان وحقك في كثير من الأحيان، إذا الشيطان لا يقدر عليك في مسألة الحرام المحض، يأتيك بالشبهات. شلون؟ شيء يضع عليه بعض الذهب، بعض الفضة، بعض الطلاء، بعض الأصباغ، ويقدم لك إياها، لكن داخلها شنو؟ داخلها نتانة، داخلها حرام. هذه المرة طلاها لك، بعد ذلك أصبح عندك
ميول لهذا الفعل وذاك الفعل، حتى لو أتاك بذلك الشيء بدون طلاء بدون ذهب راح تتقبله أهلا وسهلا. من يقول يفتون بكيفهم، يحشون على راحتهم، ما يدرون شنو السالفة، احنا بالشمس احنا بالضيم وذول قاعدين ويقولون ان هذه حلال وهذه حرام. وهذا من ينطق على لسانه؟ ينطق على لسان الهوى، ينطق على لسان الشيطان. زين لهم أعمالهم فصدهم عن السبيل. لا، أكو غير مش يقولون يجتيب عقائد فاسدة. وشوف الآن التيارات الموجودة بالعراق، وشوف الأهواء الكثيرة، شوف هذا صار عند مريدين وأتباع لأن عنده فد خاصية معينة بدون تمحيص، اتباع للهوى. أنا مقتنع بهذا الإنسان، أنا هذا الإنسان مستفيد من عنده، ولم يحسبوا حساب لا لعوائلهم ولا لأنفسهم التي يقول بها أمير المؤمنين إن الله الله بأعز الأنفس إليكم. نفسك نفسك هذه ليست رخيصة، لا تبيعوها إلا بالجنة. بالتالي وين يروحون؟ يروحون يتبعون من يؤدي بهم إلى نار جهنم وبئس المصير. صلى على محمد وآل محمد. فاتباع الهوى أمر خطير جدا. الإنسان عليه دائما أن يأخذ بنفسه ويلجمها. أمير المؤمنين يقول لترويض نفسه، يقول هي نفسي أروضها حتى ترضى بالقرص مطعوما إذا قدرت علي. قرص شعير. فالنفس هذه الجموح عليك أن تؤطرها وتلجمها حتى لا تؤدي بك إلى المحالك. نفس، وما أدراك ما النفس. الهوى، وما أدراك ما الهوى. لكن متى يكون عندك هذه الأشياء لها مصداق عظيم؟ متى تكون هذه الأشياء تعرفها بأنها أعداءك، بأنها أشد أعداءك؟ إلى أن تصل إلى مرحلة تصل الروح إلى هنا، ديك الساعة تأتيك هذه الآية. ماذا تقول؟ كشفنا عنك غطاءك، شنو؟ فبصرك اليوم حديد. شلون حديد عيون؟ يعني حتى الإنسان اللي عنده ذنب ويقعد يمك، ذنب واحد يقعد يمك الشم من عنده رائحة مزينة. أمير المؤمنين اللي عنده هذه الروح شو يقول؟ يقول تعطروا بالاستغفار لا تفضحكم روائح الذنوب. البصر الحديد، تشوف كل إنسان متجسد. واحد من العلماء عنده روح برزخية، عنده بصيرة. هذا الرجل كان يتخذر جدا من هذه الأشياء، مسألة الجنابة، مسألة القذارة، معنوية وغير معنوية. عند خادم نهاه: يا خادم يا فلان، لا أريدك تأتيني لا بماء ولا بطعام وأنت على جنابة. في يوم من الأيام هذا الرجل اضطر وجاء يحمل الطعام إلى السيد، لكن بأي كيفية وهو جنب. قالوا له: يا فلان ارجع ارجع ارجع. كيف عرف؟ شلون عرف انه جنابه؟ اليوم انسان يمر بانسان محمل ذنوب، محمل مصائب على نجاسه معنويه ظاهريه باطنيه، وشوف الانسان ابدا يشم من عنده ريحه طيبه، لان ما عنده هذه الروح، ما عنده هذه النفس، هذه النفس التي ترى بالداخل ما عنده هذا الشيء. فالإنسان
متى يكون عنده؟ إلى أن وصل إلى هذه مرحلة أنه مسجى وينظر بعينيه، لا يستطيع دفع، لا يستطيع تحريك يديه، لا يستطيع تحريك رجليه، فقط هذه العين تدور إلى أن تخرج الروح، حتى هذه العين يحتاج إلى من يغمضها، إلى من يمرر عليه يده لتغمض. فالإنسان عليه أن يستغل هذه الفرصة، فرصة الحياة، وأن يجعل الأمل مؤطراً ويجعل الهوى مكبلاً، وخاصة ونحن في شهر رمضان. هذه الدورة الربانية شهر كامل، لا تنظر إلى حرام، لا تتكلم بغيبة، لا تتكلم بنميمة، شهر كامل رياضة، دورة، بحيث أنك إذا طبقت هذه الدورة الربانية بهذه 30 يوم تخرج وعندك مناعة. أنت تأخذ أبر، أبرة هذه تخليك ما يصير عندك فلاونزا، ما يصير عندك مرض. هذا الشهر تأخذ مناعة بأبرة، أنت في ضيافة الرحمن، نفسك فيه تسبيح، عملك فيه مقبول، دعاؤك فيه مستجاب، فقط إذا كنت ضيفا محترما متجها إلى الله سبحانه وتعالى. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول في هذا الشهر المبارك: إذا قدرت أن لا تخرج من البيت فافعل، إذا تقدر ما تطلع برات البيت افعل. ليش؟ يقول: لأن إذا خرجت عليك أن تصون النظر والسمع واللسان والفكر أيضا من الخوض في أدران ما قبل شهر رمضان، وبالتالي عليك أن تتجه إلى الله سبحانه وتعالى. الذين وفقوا مع الحسين ووقفوا وصبروا في ساعة المحنة في يوم كربلاء، الذين كانت لديهم قلوب نظيفة، قلوب طاهرة، قلوب وإن كان بعضهم بعيد عن الإسلام لكن عندهم تلك النفحة الإنسانية، قلوبهم مملوءة بحب الخير لمخلوقات الله جميعا حتى لأعدائهم، وبالتالي وفقوا لهذا التوفيق العظيم وبذلوا مهجهم وأرواحهم وفازوا بذلك الفوز الذي على مر الدهور والسنوات. أقف أنا وأنت وأجيال لاحقة وأجيال ماضية نقف نؤبنهم على ذلك التراب الطاهر، تراب كربلاء: السلام عليكم، فزتم وطبتم، فنعم عقب الدار. ليش؟ لأنهم أخذوا من هذه الدنيا ما جعلهم خالدين. الحسين صلوات الله وسلامه عليه وقف عليهم وأبنهم بهذا التأبين: إني لا أعلم أصحابا خير من أصحاب. نعم، فدوا أنفسهم للحسين إلى أن سقطوا جميعا، وبقي الحسين وحيدا فريدا إلى أن أتاه ذلك السهم المثلث، وقع في قلبه. يقول الإمام الباقر سلام الله عليه: لما جاء ذلك السهم المثلث وقع في قلب جدي الحسين، عالجه جدي ليخرجه من قدامه، ما تمكن، انحنى المولى على قربوس سرجه
أعقف أصابعه وأخرجه من ظهره. أيوا سيدا أيوا حسينا أيوا مظلوما. والله يقول الإمام الباقر ما خرج ذلك السهم من قلب جدي الحسين حتى أخرج من قلب جدي ثلثا. عند ذلك سقط الحسين على الأرض يعالج جراحاته. جاءته زينب نظرت إليه رأته بتلك الحالة تقول أنت أخي أنت ابن أمي. فلم يكلمها ثم قالت أخي يا أبا عبد الله بحق أمنا فاطمة إلا ما كلمتني. فتح الحسين عينيه بصوت ضعيف نادى زينب أخي والله لقد كسرت قلبي وزدتني كربا فوق كربي. أخي عودي عودي للمخيم واحفظي لي العيال والأيتام. تقول لي خويا خويا أنا بعيني لباري لك عيالك خويا بعيني بعيني لباري لك عيالك وبروحي لسكت لك أطفالك. خويا الموت الموت لا يرضى بذلك. خويا رحنا رحنا يا ابو اليمة فدالك. تقل وانا ضيل وانا ضيل لجاهد من بعد عينك وانا ضيل وانا ضيل وصير انسور لاطفالك وانا ضيل وانا ضيل يا وسفة موت يا ابن امي وانا ضيل عقبك ريت تاخذني المنيه. انا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أهل محمد أي منقلب ينقلبون. أخواني الليلة ليلة جمعة، هذه أول ليلة جمعة في شهر رمضان، ونحن أصحاب حوائج وفي ضيافة الله في شهر الله في ليلة مباركة. الروايات هكذا تقول أن يعقوب عليه السلام لما طلب منه أولاده أن يستغفر لهم قال لهم سوف أستغفر لكم ربي، يعني تقول الرواية أخرهم لليلة الجمعة. هذه الليلة ليلة مباركة. أول شيء عندنا حوائج مرضى، معسرة، عندنا حوائج لكشف الغمة عن العراق، لكشف الغمة عن شيعة أمير المؤمنين في العراق، عندنا حوائج لجمع الكلمة
ولتوحيد الصفوف. نسأل الله بحق هذه الليلة المباركة وبحق هذه الآية المباركة التي سوف نقرأها جميعا ونطلب الحوائج. إخواني بتوجه، لا تحتقر دعائك، لا تحتقر قدرك، توجه إلى الله بهذا القلب، اخلص النية إلى الله سبحانه وتعالى، جرد قلبك من الكلام هنا وهنا ودعنا نتوجه، ولإدخال السرور والنور إلى قبر من عقد هذا المجلس على روحه وإلى أرواح شهدائنا في العراق، موتانا في العراق. نقرأ هذه الآية كلنا جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم، بصوت واحد، بسم الله الرحمن الرحيم. أمان أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله 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 بالحسين الوجيه. يا الله 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 يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم. صل على محمد وآل محمد وشافي مرضانا، يسر أمورنا، اقضي حوائجنا، لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، اكشف ما بنا من ضر، اللهم كن. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، لا سيما من عقد هذا المجلس على روحه، ولشفاء من طلب الدعاء لشفاء مرضاه، وإلى أموات الجالسين ومن مات على ولاية أمير المؤمنين، نهدي جميعا سورة المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.